حلقة جديدة هنتكلم فيها عن النادي الأهلي وعن كل تفاصيله وكل المواضيع المثارة الأيام دي. عندنا مواضيع كتير جدا هنتكلم فيها، وعندنا كمان التشكيل المتوقع لمباراة النادي الأهلي وغزل المحلة، مباراة الديربي حاليا كده، الصراع بين الأول والتاني في الدوري. قبل أي حاجة مستني توقعاتكم في الكومنتات، عايزين بقى ملوك التوقعات يرجعوا معانا تاني، يقول لي توقعك لنتيجة المباراة والتوقعات الصحيحة، هتتاخد سكرين شوت وهتنزل معانا في تحليل ما بعد المباراة على طول. تتوقع النادي الأهلي يكسب ولا غزل المحلة يعملها، ولا التعادل يكون حاضر بين الاتنين، ونتيجة المباراة كام والجامدين قوي بقى اللي يقولوا لي النتيجة، وكمان مين اللي هيسجلوا الأهداف. هنتكلم في مباراة النهاردة عن تشكيل النادي الأهلي قدام غزل المحلة، عن غيابات النادي الأهلي، مين اللعيبة اللي مش هتكون متاحة ومش موجودة في المباراة، عن عرض كمان كبير جدا كده، عرض احتراف للاعب ونجم من نجوم النادي الأهلي، وهل الأهلي هيوافق ولا لا، عن الإصابات اللي ضرب الفريق، من اللعيبة اللي هتغيب عن مباراة غزل المحلة. فحلقة مليانة كده كلام عن النادي الأهلي اللي وحشنا قوي كاس العالم واخدنا من الأهلي كده. فما تنساش بقى تخبط لايك للفيديو، شير على قد ما تقدر، اشترك في قناتي على اليوتيوب، وفولو صفحتي على الفيس كده عشان تجيلك الحلقات أول بأول ويجيلك كل جديد أول واحد. يلا بينا نبدأ. القاضي يا مونكون شاط الجول، القاضي يا مونكون، القاضي يا البداية الأول كده مع عرض كبير جدا جاي من سلتك الاسكتلندي لنجم النادي الأهلي محمد مجدي أفشة. عايزين يشتروا أفشة من النادي الأهلي كده، والأهلي طالب 5 مليون يورو. وبالمناسبة موقع زي سلتك بوي الاسكتلندي مقدر الصفقة ب 5 مليون يورو، يعني النادي الأهلي مش مغلي فيها ولا حاجة. الأهلي طالب 5 مليون يورو اللي هي قيمة الصفقة اللي مقدرها موقع كده في اسكتلندا. فخلاص الأهلي مش مغلي في الصفقة، منتظرين بس العرض الرسمي كده إن سلتك الاسكتلندي يوافق على الرقم ده ويعرضه لمحمد مجدي أفشة. الأهلي يوافق على الصفقة وينتقل أفشة لسلتك الاسكتلندي احتراف كده للاعب النادي الأهلي. لكن الفكرة هنا بقى، هل الأهلي يقدر يستغنى عن خدمات أفشة؟ هل هنجيب مين مكانه يعوض أفشة كده؟ أفشة دلوقتي ما بيلعبش أساسي مع كولر، برونو سافيو خد مكانه وبقى هو الأساسي في سكواد النادي الأهلي. لكن من وجهة نظري أفشة ورقة مهمة جدا بتقدر تدفع بيها في أوقات كتير، وما ينفعش يكون سافيو لوحده في نص الملعب. كمان عايز اقولك ان انا عندي كده كومنتات على سافيو اني بشوفه ناحية يمين او الشمال افضل لما بيلعب وينج، مش صانع لعب كده. لكن كولر خلاص بيعتمد عليه في نص الملعب، بيعتمد عليه صانع لعب، هو اللي يربط له خطوط ببعضيها. فلو هنعتمد عليه في المركز ده برضو انت محتاج واحد يكون بديل معاه لو حصل له اي حاجة، اي اصابة، اي ايقاف، محتاج حد يريحه كمان. فغياب أفشة عن الفريق يبقى انت محتاج صفقة في صناعة اللعب لا محالة كده. طيب مين بقى الصفقة اللي ممكن النادي الاهلي يجيبها؟ اعتقد ان جوه مصر مفيش حد دلوقتي، الصفقات قليله جدا واللعيبه مش موجوده تقريبا، المركز ده في ندره كبيره جدا في اللعيبه المصريين. فممكن جدا تبدا تبص بره بقى، في تونس، تبدا تبص في المغرب، في الجزائر كده، في فرق شمال افريقيا، وتجيب لاعب محترف في نص الملعب صانع لعبه محترم كده يعوض غياب أفشة. وانت هتاخد 5 مليون يورو، رقم محترم جدا تقدر تعمل بيه صفقه، وصفقه قويه جدا. ده كده بالنسبه لموضوع أفشة، وقول لي رايك في الكومنتات، هل تتمنى ذهاب أفشة لزلتك الاسكتلندي ويخوض رحلة احترافية كده ويروح للاحتراف ويبقى يرجع لنا، ولا خليه في النادي الأهلي ونرفض الصفقة دي؟ مستني كومنتاتكم ومستني رأيكم في الموضوع ده. وخلينا ندخل بقى كده على غيابات النادي الأهلي قدام غزل المحلة. لكن قبل ما نتكلم في الغيابات خلينا نتكلم في جدول الدوري الأول. الأهلي وغزل المحلة ومباراة الديربي كده، مباراة الأول والتاني، لأن الزمالك مش في الصورة خالص. الأهلي في المركز الأول 4 ماتشات 4-4 ب 12 نقطة في المركز الأول وفي الصدارة، متصدر لك كلمني. ورانا على طول نادي غزل المحلة في المركز الثاني اللي لعب 4 ماتشات، كسب 3 وتعادل مباراة ومعاه 10 نقاط، فرق بينه وبين الأهلي نقطتين بس. مباراة مش هتكون سهلة تماما، مباراة صعبة جدا، غزل المحلة واقف على رجليه بمعنى الكلمة. لكن النادي الأهلي لما يكون فايق ما بيشوفش حد وما يهموش حد. طبعا المباراة لا يرضينا فيها غير الفوز والثلاث نقاط المهمين جدا بالنسبة لنا. لعيبة كتير من النادي
النادي الاهلي بقوا جاهزين وبقوا سلام وموجودين معانا. خلينا نبص بصه على السكواد. طبعا اهم حاجه في سكواد النادي الاهلي عوده علي معلول اللي خلاص موجود وجاهز يقدر يلعب من المباراه الجايه. رجع من منتخب تونس ورجع من كاس العالم، لعب مباراه واحده في الثلاث ماتشات قدام منتخب فرنسا، المباراه الوحيده اللي كسبها المنتخب التونسي. كده بيرجع علي معلول، شفناه في التدريبات خلاص جاهز 100%، يبدا من اول المباراه ما عندوش اي مشكله. خط الظهر اللي فيه مشاكل كتير عندنا، كان في اصابه لمحمد عبد المنعم وفي اصابه لمحمود متولي وفي اصابه كمان لايمن اشرف، الثلاثه خلاص اقتربوا جدا من العوده. محمد عبد المنعم جاهز 100% كده، لكن لسه الدكتور بس هيحدد يلعب بقناع وجه ولا يلعب من غير قناع، وعادي جدا ما عندوش مشاكل. متولي خلاص يا اما يرجع المباراه بتاعه غزل المحله، مستنيين برضو راي الدكتور، لا اما من المباراه اللي بعديها هيكون جاهز 100%. ايمن اشرف لسه هيغيب المباراه دي، ممكن يجهز من المباراه اللي بعديها. عمار حمدي كمان بدا يدخل التدريبات كده، لكن لسه طبعا بعيد جدا، عايز فتره كده ويبدا يدخل في الماتشات واحده واحده. الراجل غايب ليه اكتر من سنه دلوقتي. لكن الاصابه القويه جدا بقى اللي ضربت سكواد النادي الاهلي هي اصابه طاهر، محمد طاهر اللي جات له اصابه كده خلته يغيب رسميا عن المباراه. طاهر اتخبط في ركبته كده وجاله جزع في الرباط الداخلي للركبه، باذن الله ما يطولش، لان طاهر من العناصر الاساسيه اللي كولر بيعتمد عليها جدا. لعيب قوي جدا جسديا وقوي دفاعيا، بينفذ ادوار تكتيكيه ممتازه وبيجري كتير في الملعب، وكولر بيحب النوعيه دي. وطاهر من اهم الرجاله اللي موجودين مع كولر دلوقتي، لكن خلاص هيغيب عن مباراه المحله لا محاله كده، مستنيينه في الماتشات اللي بعديها باذن الله يرجع اقوى بكتير. خلينا نتكلم بقى عن تشكيل النادي الاهلي قدام المحله، هنبدا ازاي. طبعا كولر بيلعب 4-2-3-1، ما بيغيرهاش تحت اي بند وقدام اي خصم كده. في حراسه المرمى اكيد شناوي، رباعي خط الظهر، باك يمين اكرم توفيق، باك شمال علي معلول من اول المباراه خلاص هيعود عشان يحل لنا مشكله الباك الشمال. محمد اشرف ما قدرش يملى غياب علي معلول خالص. اتنين سرد باكات، مين اللي هيبداوا من اول المباراه؟ اعتقد ان طالما عبد المنعم رجع وبقى سليم هيبدا من اول الماتش جنبيه ياسر ابراهيم، ورامي ربيعه هيريح شويه كده. اتنين في نص الملعب، اتنين على الدايره، لازم حمدي فتحي يبدا اللي ما بداش الماتش اللي فات، اخلي رجليه في الملعب واعمل تدوير بينهم كده، يبدا حمدي فتحي من اول الماتش، واتمنى ان يبدا جنبيه اليو ديانج وعمرو السوليه هو اللي يريح، مش عاجبني مستواه الفتره الاخيره. قدامهم ثلاثه كده تحت المهاجم، برونو سافيو في نص الملعب هيكون موجود طبعا، على يمينه كريم فؤاد، وعلى شماله نفسي يبدا ببيرسي تاو من اول المباراه على طول، واحمد عبد القادر كمان في الصوره ممكن جدا يبدا، لكن بيرسي تاو من اول الماتش بقى لازم يبدا يدخل في الماتشات كده ويدخل في الجد. عايزين نرجع فورم بيرسي تاو اللي هيفرق معانا جدا لو رجع للماتشات. وفي خط الهجوم يكون موجود شادي حسين من اول الماتش، محمد شريف خد اكتر من فرصه والدنيا مش ماشيه معاه، قعده بقى شويه وخليه ورقه بديله كده، وابدا بشادي حسين من اول المباراه على طول. ده التشكيل الافضل من وجهه نظري، قول لي رايك انت في الكومنتات، هل دول افضل 11 فعلا للنادي الاهلي ولا عندك راي تاني كده؟ قوله لي نتكلم مع بعض. ولو عندك اي سؤال اساله لي في الكومنتات، وما تنساش طبعا توقعك لنتيجه المباراه بين الاهلي وغزل المحله، المباراه تخلص كام كام، ومين يسجلوا الاهداف. كل التوقعات الصحيحه هتتاخد سكرين شوت وهتنزل معانا في تحليل ما بعد المباراه، مستني توقعاتكم كلها كده، ونتكلم مع بعض في اي اسئله في الكومنتات. اخبط لايك للفيديو، شير على قد ما تقدر، اشترك في قناتي على اليوتيوب، وفولو صفحتي على الفيس، وشغل الجرس كده عشان تجيلك كل الحلقات اللي هنعملها بعد كده. سلام.